سلام. روتين اليوم فعال في القضاء على التجاعيد وتبييض البشرة وإعطائها إشراق ونضارة. غادي نحضر كريم بالشمندر ضد علامات الشيخوخة وترطيب البشرة وتبييضها، وكذلك مكعبات ثلج لتبييض البشرة وإزالة التصبغات وتوحيد اللون، وكذلك منظف للبشرة بالشوفان. وبقاو حتى لآخر الفيديو، غادي نهضر لكم على النانوميتر لشد الوجه وتبييض البشرة، إزالة التجاعيد وحب الشباب وكذلك الترهلات. وفيه عدة إضاءات وكيصلح للبشرة الحساسة وجميع أنواع البشرة، كما أنه يزيل تجاعيد تحت العين وجميع الأماكن اللي فيها الترهلات. أول حاجة كنعملوها كنحضروا المنظف، وكنحتاجوا الشوفان أو الخرطال، ومن الأحسن يكون رقيق شوية على هذا اللي عندي، وكنضيفوا له ملعقتين من لبن رائب أو ياغورت طبيعي ونخلطهم مزيان، وكنخليوها على جنب يرتاح تقريبا لمدة 5 دقائق باش يرطب لينا الشوفان. والشوفان يحتوي على مادة الصابونين التي لها قدرة تنظيفية كالصابون، لذا يستخدم كمنظف ومقشر طبيعي للوجه، وهو يناسب جميع أنواع البشرة خصوصا الحساسة. لذا يمكن لكم تستعملوا هذا المنظف نهار بعد نهار أو يوميا، ما كان حتى مشكل. من بعد ما مرت 5 دقائق وارطاب الشوفان شوية، كنوضعه على الوجه وننظفه، ونمشيو باش نحضروا مكعبات الثلج بالخيار والطماطم. وكنحتاجوا حبة من الخيار تكون صغيرة وحبة من الطماطم تهي تكون صغيرة. كنزولوا الخيار القشرة ونقطعوهم ونطحنوهم، من بعد كنوضعوهم في مكعبات الثلج وندخلوهم المجمد. وهذه المكعبات كتساعد على سد المسام وتبييض البشرة وشد الوجه. كناخدو مكعب الثلج وندوزو على الوجه بالكامل. ولتحضير الكريم كنحتاجو حبة من الشمندر تكون صغيرة، كنغسلوها مزيان ونزولو لها القشرة ونحكوها. والشمندر غني بفيتامين سي اللي كيساعد على تبييض البشرة وإعطائها نضارة وإشراق. من بعد كنصفيوها لأننا غادي نحتاجو ماء الشمندر فقط. وفوائد الشمندر أنه يؤخر ظهور علامات الشيخوخة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجلد لمقاومة علامات تقدم السن، وكيبقى بديل رخيص الثمن على المنتجات الباهظة. من بعد ما حصلنا على عصير شمندر كنخليوه على جنب، وفي إناء كناخدو ملعقتين كبيرتين من جل ألوفيرا، وكنضيفو بعض القطرات من عصير الشمندر، ما تكتروش، بعض القطرات فقط. وحتى نخلطو الكريم إلا كان خاصنا نضيفو القليل. وكنحتاجو فيتامين أ تقريبا كبسولتين، ويمكن لكم تعوضوه بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو اللي متوفر عندكم في الدار، يمكن لكم تضيفوه. تقريبا نصف ملعقة صغيرة من أي زيت عندكم توفر في الدار. وكنخلطوا الكريم مزيان، هذا هو الشكل ديالو، خاصو يكون شوية عقد. وهذا الكريم كنستعملوه يوميا، ويمكن لكم تحتفظوا به في باب الثلاجة. كنوضعوا القليل على الوجه ونعملوا مساج خفيف حتى تشرب لنا البشرة. وبالنسبة لهذا الجهاز أو النانوميتر، زوين بزاف وكيصلح لجميع أنواع البشرة، كيساعد على شد الوجه وتبييض البشرة، إزالة الترهلات، حب الشباب وكذلك البقع. وبه عدة ألوان إضاءة، كل لون إضاءة مخصص لشيء معين، ويمكن لنا نستعملوه أي منطقة فيها الترهلات
أو الإسويداد، وكذلك حب الشباب. كنستخدموه 3 مرات في الأسبوع لمدة 10 دقائق في كل مرة. بالنسبة للون الأحمر كيساعد في إنتاج الكولاجين وتجديد البشرة وإصلاحها. الضوء الأخضر إزالة حب الشباب وتقليص المسام. واللون الأصفر منع حساسية الجلد. قبل استخدام الجهاز ضروري من استعمال سيروم أو كريم.